سلامات أكيد أفندم سلامات ناسي سن؟ أهلين حضرة الباشا ويش. في تنين مجرم مرخ من هون حلق حلق، أنت بيشوف وين راح هذا الفلد مجرم؟ مجرم شو؟ أكيد هذول اثنين ضباط فرارية خيي، والمستشارية عم بتدور عليهم، بدها إياهم بالوقت والساعة. أيوه، لا ماشي ماشي. رجي سبعي؟ نعم سيدي. لازم تنين فراري ما يطلع من حارة، هذا فراري خاين، هذا بسيس كافر، لازم قازوخات، لازم إعدام، إعدام أول ما ليه. شو هالحكي؟ إيه والله يا أبو لطفي، أنا شفتهم بعيني، جماعة الكركون والضابطية معبين الحارة وعم يدوروا عليهم. أوف 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 أوف، حدا شافهم غيرك؟ ما بظن. الله يجيرك يا أبو خيره، بس ما يلقطون عنده، والله بيروح فيها. نحن لازم نلاقي لهم تخرجي من الورطة أبو لطفي. فهمت، بس شلون؟ عم فكر أبعث لهم لايتين مع الوالدة، يستنوا لحتى تعتم العين وبيلبسوهن وبيطلعوا، وراح بحكي مع أبو شومان يحضر حاله هو وبضيات الحارة ويجهزوا سلاحهم ويقعدوا ببيوتهم. إيش كان سمعوا صوت قواص فهن يطلعوا فورا. قولتك تصل الأمور لهالحد هاد؟ والله ما بتعرف يا أبو لطفي، كل شي ممكن يصير. الله يستر. وأنا من يمي راح أضل حايص حوالين بيته لأبو خيره. أنت عمل جهدك تخلصوا من هالمشكلة هي، بس بلا مشاكل. ها لايك لك فكرة لطفي، لايك لك فكرة. السلام عليكم ناسي سن. وعليكم السلام. الحمد لله. شو صار معكم مع هدول المجرمين؟ كمشتوهم؟ والله يا أخي ما لقيناهم، تقول فص ملح وذاب. داب داب داب، كله داب داب، هذا كلام مش كويس. برنجي صبعي، هذا فرد مجرم، لازم كلبجات، نحن في مسؤوليات، لازم حراسات مشددات. كاينجا يا خيي، ما سدينا كل منافذ الحارة. وبتقولي مين؟ وإذا حدا سألك عني قولي له مو هون. أرجع أشوف مين؟ أنا مشاهد مفتاحي. شو جابها لعنا؟ شو بدها؟ شو بعرفني؟ اسمع لليك اللي، لأنه أكيد ابن بعتها لحتى تشمشملوا أخبارنا. خلص خلص، اللعب الحسنة، لأنه هلأ بتزعل، بيكون ابنها ما بده يفسد علينا، بس بده يفسد علينا. روح انت اللي عم تشوفك، روح. شوف يا أهلين وسهلين. يا أهلين وسهلين، تفضلي. هلأ مو وقت الأهلين والسهلين أم خيرو، بدي إياكي. خير؟ في شي؟ في شغلة ضرورية جاي من شانها. ايه تفضلي تفضلي لجوا على المضافة، تفضلي. أهلين خالي مشاهر. أهلين حبيبتي، تفضلي. خير شوفي مشاهر، عاوزتك بشغلة. لك ما قلت لك انك تقلعيها؟ اذا كانت جاي مشان هديك القصة قولي لها ما في عنا بنات للجواز، ما في نصيب، خليها تحل عنا بقى. لك المخلوقة بدها اياك مشان الجماعة اللي عندك. شو؟ ايه مشان هيك روح شوف شو بدها. قولي لها خليها تحط على راسها. يلا يا رب يوافق. يا رب. من وقت بده يوافق؟ هذا أخي مسلم، كنت عم قول يا بي إنه يا ربي وافق يروح يجيب لي بزر من الدكان. أيوة يجيب لك بزر. عمي يلا بيقول لك شاهر خد هالملايتين وبس تليل الدنيا خليهم يلبسوهم، وبس يدق عليكم الباب بيطلعوا وبيمشوا معه على بنا إنهم أمه وأخته، وهيك ما حدا بيشك بنه. وهلأ وين مشاهير؟ يقبر قلبي إن شاء الله. والله خايف عليك يا أخي أبو خيره، رايح جاي بهالحارة من قدام بيتكم، خايف يصير شي. الشباب كلهم جاهزين. يلا بخاطركم. خليكي مشاهير، ما شربتي القهوة؟ تقبريني لا يمل مشروبة، هلأ البنات بيستحقوني. أختي مشاهير، أمور أخي، سلميني على شاهير ووسيلي من بين عيوني. الأصيل أصيل بيوصل إن شاء الله بيوصل. أنا ظلمتك كتير يا ابن عياش، لك الله محيي أصلك. مسيك الفنية غيرولي والبسوها لبنايات. مسيك هاي وحدة وهي وحدة لك. يلا
الله محيي البطل اللي حملك يا شاهر. أكيد أفندم، أنت بيروح بيجي في زقاق، أنت في مشكلات؟ لا ما في مشكلات ولا شيء حضرة الباشاويش. نحن عم نحرس الحارة من هدول الفرارية اللي حضرتكم عم تدوروا عليهم، خايفين يأذوا شي حدا من أهل الحارة. تشوكوزال كيد أفندم، تشوكوزال. احترامات هاشم افندم، ناسيسين؟ يا اهلين وسهلين باشاويش، تفضل. معلوم هاشم افندم، معلوم حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. يا اهلين وسهلين باشاويش. هاشم افندم، في اكلات برنجي مزبوط هاشم افندم، مهاشي، كباب، لحم، هبر هبر. اهلا وسهلا، تفضل. حضرة الباشاويش، نحن إيش كان بدك طابخين أكل كتير طيب، كله لحم بلحم، فإذا بدكم شو بتعشوا عنا؟ لا 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 هاشم أفندم، عنده أكلات تمام قايجة. وازل وازل، بكرة أكيد أفندم، بكرة حضرتنا ممكن زيارات حضرتكم. عمي بخيرو، خذ لنا طريق بمعيتك. يلا ايه عن اذنكم تكي. اهلا فضالة. امان يا ربي امان، هذا طبنجة لمين هاشم افندم؟ الي. امان يا ربي امان، لا 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 هاشم افندم، هذا طبنجة مش اليك. يعني إذا مو لي لمين بده يكون؟ يعني إلي إلي أكيد إلي. هذا طبنجة ممنوعات هاشم أفندم. مزبوط؟ إيه مزبوط، بس يعني أنت منا وفينا ولو، وإذا عجبتك وبعينك ولو تكرم عينك بتقدر تاخدها. أوه شباش شباش، تشكرات هاشم أفندم، تشكرات إدريم. بعد إذن خيب وخيره، بعد إذنك أنا متضايق، بس أنا متضايق شوي، إذا بتريد تخذ طريق بدي فوت على بيت الأدب. أي تكرم عينك، تفضل. يلا يلا يلا، تفضل أخي أبو شجعان، تفضل. اسمع خيي أبو خيره. خير؟ أنا خيي بديش فوت على الحمام. نعم؟ لكن لوين رايحين؟ لك يا خيي مثل عم قل لك، بديش فوت على قرني. خيي وأنا جاي لعندك بعيني هذه قشعت للشباب فايتين جوا على البيت. شو؟ ما تخافش خيي. إسا بتحط له سم الهاري لهذا اللي جوا، بتخليه يتحورق وقلعه، وأنا إسا بطلع لبرا، بفضي الحارة من العساكر كلها، بدي إياك تطلع الشباب كلهم من الحارة، الحارة كلها، شغلي حمياني يا أبو خيره، وفيها قطع روسة. أصيل يا أبو جدعان أصيل. ربي يقدرني على مكافاتك. شو عم بتقول يا زلمة؟ شو عم بتقول إلي؟ ما أني منكن وفيكن، بعدين يا خي الظفر بيطلعش من اللحم. شهم شهم يا أبو جدعان، الله محيي البطن اللي حملك. تفضل عمي شاير، تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك، مع السلامة. ايه الله يستر عليهم ويحميهم. شاهر راح معهم؟ ايه. شفت شلون يا رجال؟ الناس لبعضها والضفر ما بيطلع من اللحم. صحيح. مين؟ انا افتحوا لي. ايه هذا خير واجا من الدكانة. فوت يا مفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ابي؟ الله يسلمك. فوت ارتاح جوا فوت. ميت، إلي الشرف أقدم لك هذا السيف والترس. تعلقوا نوم بالمضافة على بين ما الله يفرج عليك وتستلم سيف عياش وترسه. يا عيب شو منك، ما بدنا غير سلامتك عمي. أمسيك لك ابني أمسيك،
انت رجال ابن رجال، والسيف والترس احلى هديه للقبضايات. القبضاي لحاله هو اللي بيعرف قيمتهم وبيعرف شلون يحافظ عليهم. سيك نحن من بعدك يا بخيرو، بس اوعى تفكر انه السيف هو اللي بيحمي القبضاي. يا ما في حريمات انقتلوا سيوفهم. اي والله هذا الحكي معدل. شرف يا بخيرو، شرف استريح. قبل ما اعود انا حابب اقدم لك المحرمه، هديه من رجال لرجال. هاي المحرمه طرزت لي اياها بنتي سعاد، الله يستر عليها وعلى حريمات الجميع. يسلموا ايديك يا بخيرو. عليم الله اني انا صرت عم اتعلم الرجوليه منك. اللي شفته منك هذاك اليوم بيرفع الراس. سرك كبير عمي، وانا بفديك بروحي. لك تسلم لي روحك يا بضاي. شرف يا شرف. اي والله لولا العيب والحياه لزلغت. لا ليش بتزلغتي؟ يو ليش في احلى من هيك فرحه تقبرني؟ معك حق اللي معك حق، بس يعني ما في فرح بعد المرحوم. الحمد لله اللي الله هداك يا ابو خيره. يا مو اسمه صارت وصارت، وابو خيره هلا مبسوط منك. شو رايك روح اخطب لك سعاد؟ امي مرحومه ابدها ما صار له مده متوفى، فانا ما بقدر اخطب واتجوز قبل ما يمر سنه على وفاته. شو صار بالشاي يا فهميه خانو؟ يلا اخي يلا جاهزه. يسلموا هالايدين. ايديك يا مو. انا بدي اشوف اختك شهيره، بدك شي منها؟ لا امي سلامتي. كيف الصغيرة؟ بتبوس ايدك. شو سموها بعدين؟ ما سموها يا مو، عم يستنوك لحتى تروح لعندها وتشوفها وتسميها. ايه صحيح يا مو، شو صار مشان صهرك ابو حدو؟ ليش هو ابو حدو؟ عم قول يا مو يعني بركة بتلاقوا حدا ينام بالطاحون، لانه اختك صار وراها ولدين وما عادت تقدر تجي لعنا تنام يوم ايه يوم لا. ايه شو عليك؟ ما بتستاهل هالضربة يا أبو عطا. إيه ما كان لازم تقريب؟ شلون ما كان لازم أقرب يا تاج راسي؟ أنا شفت وشك بهذيك الشوفة وطار عقلي، أنت فضل على راسي. لا تواخذنا عقيد، غلطنا بحقك. أنتوا اللي لا تواخذونا يا جماعة، أنتوا ضيوف لميت أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله العمر إلكم. يسلم عمرك. ومشان تحسين كل شيء بنعرفه عنه إنه احترق وفطيس، ومثل ما خبرتكم عمي أبو عطا نحن متبرين منه لأنه زلمة واطي وكلب. ومعلومك يعني نحن عيلة معروفة وإنا سمعتنا بين الناس، ولا بعمره ابن مرة جاب معدلنا بالعاطل. ايه والله والسبعت نعم يا سيدي. ومنك يا عمي أبو عطا بقى، بشان هيك ما بنسمح لواحد واطي مثل هذا الكلب يجي ينزع سمعتنا هلأ بين الناس. بس أنا اللي ما عم يفوت بأعلي إنه تحسين لساته عايش لهلأ. والله يا أخي أفهد نحن ما شفناه بعيننا، بس اللي شافه أكد لنا إنه هو، وذاتاً نحن يعني بنا منقودية لا منعرفه ولا شفناه بحياتنا. طب بركداً شايف له شي واحد بيشبهه، ويخلق من الشبه 40. كل شي بيصير يا تاج راسي. وبدي اياكي بكرة تعاملين لنا طبختين ثلاثة هيك كبار دسمين. ليش خير ابن عمي عازم حدا على الغداء؟ بكرة إن الله أحيانا حابب أعزم أبو لطفي وشاهر عقيد الحارة. شاهر عياش ما غيره؟ ايه شاهر عياش عقيد الحارة. الله يسمعنا الأخبار الحلوة، إن شاء الله قلبك صفي من ناحيته. لك يا مرة أنا بحياتي ما كرهت حدا، بس كل ما كنت روح من ناحيته سبحان الله هيك تصير نقزة تنكوز منه تنعرز منه. الله يصفي القلوب ويحبب الناس ببعضها. إلهي وإنت جاهي يا رب. يلا بخاطرك. الله معك. يا مو شو في يا مو؟ ما في شي. شو كان أبي عم يقول لك؟ كان عم يقول لي مشان أطبخ لك كم طبخة دسمي. إيه وليش يا مو؟ مشان يعزم رفقاته على العشاء وغيره. ومين هدول رفقاته؟ مو ضروري تعرفي، يلا روحي كملي تكنيس الغرف. يا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحال.